السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبي دي زد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المنافس المنتخب الوطني الجزائري اللي ما بقاش بزاف، بقاو سوايع برك ونلعبوا معاهم، وين المنافس بطموحات كبيره لكن اصطدام بالمنتخب الوطني الجزائري، خاصة المنتخب الوطني الجزائري الذي يريد الانطلاقة جديدة ورد الاعتبار وكسب الثقة، يعني بعد الاقصاء اللي كنا احنا متسبين فيه، احنا اللي تسبينا ماشي احنا، الناس اللي كانوا تغنات يعني اللي تسبوا في هذا الاقصاء. هذه هي وين كانت الصحافة، وين شاهدنا وين تصريحات بعض الصحفيين الأوغاديين قد ذكرت منذ أيام فقط أن المدرب مايكو يعني وين يعرف جيدا مستوى الفريق الجزائري بعدما عين كثير من مبارياته، كان ذلك قبل مشاركة الخوض في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 آخر هذه يعني بالكاميرون، حيث أدلى المدرب المنتخب الأوغندي بتصريح قال فيها أنه لن يرشح الجزائر للفوز باللقب القاري، وكانت نظريته صحيحة بعد خروج الخوض من الدور الأول لتلك المنافسة، إلى أن مايكاو يعرف جيدا أن تعدد الخوض تغير بنسبة كبيرة، وهو ما يفسر تفاديه تقييم الفريق الجزائري الحالي أو إدلاء برأيه وين يحد مستوى الحقيقي لهذا للمنتخب الوطني الجزائري. حنا دروك منتخب وطني جزائري نشوف الناس يقول لك تغير كثيرا، تغير كثيرا، على بالك عندنا في لاطاك كاين كيسموه كاين رشيد غزال، كاين بالك يكون زياده راخو، شكون ادم زرقان ولا ادم الونس، خاصة وين على حساب المتابعة تاعنا للمنتخب الوطني والعقلية تاع المدرب تاعنا، وين ما يعطيش فرص للاعبين الجدد، على ذلك انا نقول بلاك يكون جديد، يعني اللعاب الجديد يكون زداد قبرك، خاطر بزاف يقول لك بلي غادي يدير منا غادي يدير حميش ويدير ويدير، لا نتبان لي ما يمكن ما نعرض كاين ما كاش، يمكن خاطر كاين على حساب، يمكن حنا المهم نشوفوا ونقارعوا، يعني المهم المباراة تاع اليوم اللي نعتبرها انايا سهلة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري، الفوز يعني قضية وقت برك، الفوز أمام أوغندا قضية وقت، رغم عندهم لاعبين يعني وين عندهم لاعبين يلعبوا في اوروبا في منتخبات في انديه مغموره يعني وخليجيه، يعني وين نقولوا باللي يلعبوا في انديه خليجيه وفي اوروبا في انديه مغموره، فهذيك حنا تاع الخليج ما تبقاوش نضحكوا عليهم، خاطر علاه بغينا نروحوا للكوب ديمون باللعابه تاع الخليج. نعاودوا نولوا وبدأ المشاهدنا وين بدأ المنتخب الأوغندي تحضيراته منذ أكثر من أسبوعين، المرحلة الأولى من استعداداته وين جرت في كامبال، يعني وشارك فيها اللاعبون الدوليين يعني المحليين فقط، وين تشكيلته كل يعني نقولوا باللي ويحاول المدرب تاع أوغندا يعني وضع وين نقولوا وين يبحث على وضع وين وضع الى جانب التشكيله كل حظوظ النجاح في موعد اليوم الذي يحتضنه ملعب 5 جويليه، حيث برمج تربص في تونس قصد التمكين عناصره من تأقلم مع المناخ المغربي، يعني مناخ تاع شمال افريقيا. الفريق الأوغندي الذي يحمل لاعبوه تسمية تسمية رفعات اكتفى في تونس بإجراء مباراة ودية واحدة فاز فيها بنتيجة 8-0 أمام فريق قرطاج المحلي،
ما بين استعداد الجيد للمنافسة الأوغندية الذي يضم في صفوفه 8 لاعبين ينشطون في البطولة الأوروبية والخليجية، معروفة عن وين هما وين معروفين بالسيستم تاعهم اللعب تاعهم، يعني يميل كثيرا لل نقولوا يشابه بالكرة الإنجليزية التي تتمركز على اللعب الطويل واللياقة البدنية القوية. احنا هذه يعني بنا بصح عندهم دفاع، عندهم وسط ميدان، ما همش نقولوا باللي اللعب تاعهم غادي يأثر علينا في النتيجة، ما غاديش يأثر علينا في النتيجة، يعني نشوف باللي الفوز من الجانب المنتخب الوطني الجزائري وتكون نتيجة يعني ثقيلة لصالح المنتخب الوطني، وين يضع المدرب تاع أوغندا ثقة كبيرة في لاعبيه من أجل مخادعة الخوض في عقد دارهم، بالرغم من أن المنتخب الأوغندي لم يبرز في السنوات الأخيرة على مستوى القاري، بدليل أن مشاركته في نهائيات الكان تعد على الأصابع، غير أن استفادته هذه المرة من تدعيم لاعبين محترفين قد يمنح له القفزة النوعية من حيث المستوى والتنافس، لا سيما أن السلطة المحلية في أوغندا جندت كل وسائل المادية والبشرية لصالح المنتخب الرفعات من أجل تدعيم حظوظ التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023، وإن يدرك أوغنديون أن تسجيل نتيجة إيجابية بملعب 5 جويلية سترفع من معنوياتهم قبل استقبال منتخب النيجر في الجولة الثانية من هذه التصفيات. لا يضرب هما يحوسوا كيفاش يفوزوا علينا ولا يحوسوا، بصح النسبة قليلة، نقولوا باللي 0.0.0.0 باش يفوزوا علينا، أنا ما مشايف في راسي باش يفوزوا هما. كوي كاليفو عندهم إنجاز، صح حنايا الإنجاز تاعنا هي المربع الذهبي فينال، الطموحات تاعنا ماشي طموح، يعني على بالنا بلي نلعبو باش نكاليفو، نلعبو باش نكاليفو، يعني ضربوك 24 فريق ما تكاليفيش راك مهبول انت ولا مالك، نورمال فوتو نورمال، بصح حتى هنا لازم الطموح تاعنا يعني وين والأهداف تكون المربع الذهبي والنهائي. كل المنتخبات الكبيرة وين عندها هذا الطموح تاعها، هذه هي على ذيك حنايا وين أوغندا وين جا المدرب. أنا ما نأمنش المدرب كي يقول لك أنت منتخب كبير، منتخب على بالنا بلي هذا يقيس لك السم في العسل، يرقدك وين حنايا ولينا الجميع اللي يقول لك بلي أنت كبير تفرش له تفرش وحدك، واللي يقول لك بلي راك ناقص تبان له بلي تبان بلي راه عدو تاعنا. احنا هذه الغلطه اللي درناها روحنا، وين عطينا قيمه كبيره للمنتخب الوطني ما وليناش نسمعوا الناس اللي دقوا ناقوس الخاطر، ما وليناش نسمعوا. حنايا دروك منتخب وطني راه راجع من صدمه قويه، يعني على بالي بلي اللعابه راه موتيفيين، الناس هي واقفه معاهم باش نفوزوا في هذه المباراه، وصحيح خاطر على انا نعرفوا بلي رغم ان الجمهور ما غاديش يتنقل كثيرا للملعب، بزاف صوالح حنا ما نحوسوش نضرب، ما بقاش قضيه تاعي، القضيه ماشي تاع الجمهور ولا ماراكانا ولا منا، هي قضيه دروك تاع ملعب، قضية تاع مدرب لعابة 11 ضد 11، مدرب من 11 من 11 من يا خويا، أيوا كيما نقول لك 90 دقيقة عندنا 90 دقيقة مليحانا، لازم راك تشوف كيفاش موتيفي هذاك وين موتيفي في إسلام سليماني كابيتان ديكيب، كاين الحمد لله كاين بن ناصر كاين ماندي كاين لعابة اللي يطلعوا المورال، كاين رشيد غازال كاين آدم الوناس كاين لعابة اللي يطلعوا المورال، ما نقولوش بلي بكاش كاع خاطر قال لك كاين لعابة اللي ما يطلعوش المورال، لا كاين لعابة اللي يطلعوا المورال. حنا نقارعوا نشوفوا منتخب وطني جزائري اللي غادي يكون في المستوى، المباراة تاع اليوم اللي غادي تكون في المستوى يعني ويقدموا خاطر أمام منتخب ضعيف أقل تحت الضعيف، أوغندا منتخب تحت الضعيف، أش قاوش نكذبوا على روحنا.
نديروش ما نديروش باللي بين يلعبوا كونت البرازيل ولا لا. اوغندا منتخب تحت الضعيف، حنا لازم نكونوا ملاح، حنا كي نهضروا كيما لازم حنا نكونوا ملاح، هذه هي لازم حنا نكونوا في المستوى هذه اللي نحوسوا عليها على الله.